تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. نحن الآن في فترة عيد الميلاد، أطلب من الأخ أنه يسجل أولا اللقاء الأول سيكون عن المجد لله في العلا، حتى ما نترك إنجيل لوقا، ما أنه نحن في إنجيل لوقا بس هاي الآية. شو قلتم؟ ذوكسا إن بسيستيس تيو كي إبييس إريني تيس أنثروبيس إفدوكيا شبحة لإله بامرو مايا، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. طبعا على الأرض السلام بالمعنى الآرامي، يعني واليوناني يعني للأرض السلام، لأن لما بتقولوا بالعربي على فلان السلام شو معناها؟ إنه خلص راح، يعني عليه العوض منه العوض، على الأرض السلام. لا، إذن بالعربي لازم ننتبه، يعني للأرض السلام. وين الأرض السلام؟ بدنا نربط السلام بميلاد المسيح. أين نجد السلام مربوط بميلاد المسيح؟ في نبوة ميخا، وأنت يا بيت لحم إفراطة، ميخا فصل 5 آية 1، لست الصغيرة في ألوف يهوذا، أو يعني وإن كنت الصغيرة في ألوف يهوذا فمنك يخرج المدبر الذي يرعى شعبي. وشو الآية 5؟ ويكون سلاما، يعني المسيح هو السلام. بتقولوا لي طيب يا أبونا ما هو مفهوم هالقصة، المسيح ملك السلام ولد في بيت لحم، في إشي غريب؟ في إشي غريب ولا طبيعي هذا؟ لا، في معجزة، لأنه ما معنى بيت لحم؟ بيت لحم إلها معاني كثيرة في اللغة الكنعانية، إما بيت لحامة، بيت لحامة يعني بيت الغذاء لأنه كل اللي حولها صحراء، أو بيت لحمه، لحمه هذا إله حرب كنعاني محلي، مش بقولوا تلحمه. إذن بيت لحمه، بيت دائما لما نقول بيت يعني هيكل يعني معبد، حتى اليهود لليوم شو بقولوا؟ جبل هار هبايت، يعني جبل الهيكل. إذن كل مدينة وقرية في فلسطين والأردن بيبدأ اسمها في بيت، بيت شو معنى؟ انه كانت اساسها معبد هيكل وثني. في لبنان حرف الباء بس، الباء لحالها، بعلبك بعبده بكركي، دائما الباء هي مختصر بيت. اذا شو قلنا؟ بيت لحم. طبعا احنا هلا لحم بالعربي لحم معناها هي، لما قلنا بيت لحم بالعربي رجعنا للفكر الكنعاني القديم، ولكن لحمه ملحمه. ما معنى ملحمه؟ لحمه الحرب. اذا كان في هنا معبود كنعاني اسمه لحمه، ودعيت هاي البلده بيت لحمه. اذا ما هي المعجزه؟ ملك السلام يولد في بيت الحرب ويحول بيت الحرب إلى بيت سلام، إلى بيت سلام. وميخا بتنبأ شو بقول عن هذا الطفل نفسه؟ سيكون سلاما، هو نفسه سيكون السلام، وطبعا سيتحول بيت الحرب إلى بيت السلام، والملائكة ستنشد مجدا لله في الأعالي وللأرض إيش؟ السلام. السلام. هلأ بس ضل القسم الأخير من الآية، وفي الناس المسرة، هاي يعني على كل الناس في رضا من ربنا. باليوناني إفدوكية، إفدوكية
بالعبري بتقدر تقولوا رتسون، يعني الحب أو حسد، حب الله لجميع الناس. طيب هلا ممكن تلاقوا ترجمة تانية، شو هي الترجمة التانية؟ المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. في فرق ولا لا؟ في الناس المسرة يعني كل الناس، الناس الذين بهم المسرة مش كل الناس، في ناس فيهم المسرة وفي ناس فيش فيهم المسرة. ما هو السر؟ السر انه في المخطوطات عنا بس حرف واحد زيادة، بدال إفذوقية في الناس المسرة بتنحط في المضاف إليه إفذوقياس. إفذوقياس الناس الذين، يعني ناس المسرة. كيف نترجمها بالعربي؟ في ناس المسرة أو في الناس المسرة. شو الفرق بالعربي؟ قل التعريف. شو الفرق باليوناني؟ ايش؟ بس حرف واحد هو حرف الاس. اني اقدم المخطوطات، هينا بنرجع للنص، هاي طبعة علمية، يعني تعرفوا الكنيسة والكنيسة لا تخاف من العلم، هينا بالفصل الثاني من انجيل لوقا، بس روح لاقيه هلا عشان عيني مش مساعديني. الفصل الثاني على الارض السلام وفي الناس المسرة. مش حدا يقدر يساعدني هون باليوناني، لو ابونا حنا كان يعني. هذا هو الفرق بين التنين، إفذوقية في الناس المسرة، إفذوقياس في ناس المسرة، في أهل المسرة. هون إيش حاطت؟ إفذوقياس. هل في تناقض بين القراءتين؟ طبعا ما فيش تناقض، لأنه الله محبته بيعطيها لمين؟ الله محبته بيعطيها لبعض الناس ولا لكل الناس؟ لكل الناس. ولكن وين المشكلة؟ انه في ناس بيقبلوا هالمحبة وفي ناس ما بيقبلوها. عشان هيك نقدر نقول في نفس الوقت وفي الناس المسرة، محبة ربنا الشاملة اللي بتتجسد في الطفل يسوع، او في ناس المسرة يعني في اهل المسرة، هدول اللي بيقبلوا محبة ربنا وسلامه. وشكرا لإصغائكم.